عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع جوزيه بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. تناول هذا اللقاء سبل تعزيز محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب عبد العاطي عن شكر وتقدير مصر لمواقف مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل التي تدعم المبادئ السامية للقانون الدولي فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في غزة والضفة والقدس. اليوم استقبلت الصديق العزيز جوزيه بوريل والتقينا سويا، ثم انضم إلينا وفد البلدين. خلال هذه اللقاءات نقلت شكر وتقدير مصر للسيد جوزيه بوريل على مواقفه الشجاعة ومواقفه المحترمة التي تدعم دائما المبادئ السامية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا لميثاق الأمم المتحدة، فنشكر له هذه المواقف المبدئية له فيما يتعلق بكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على المدنيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية.